هي أول مرة دولة تشن على دويلة أو على ميليشيا حرب جارية. إسرائيل بتوقف إذا صار في صفقة مع حزب الله. نحن ما نخشاه نحن كسياديين إنه حزب الله يصرف قوته بالداخل اللبناني. حزب الله أسلحته وين ما كان، ما في رجال بوجه حزب الله. حزب الله ممكن يقوي الإخوان المسلمين باللبنان لأن بده حليف، هو بالحد هي الأقصى ما بيشكل أكثر من 17%، يعني ربع الشعب اللبناني. حزب الله هو أقلية في لبنان وهو يعرف أنه أقلية في لبنان. إسرائيل عم بتهدد بمحو لبنان، يعني ما تخلوا حزب الله يقوس على إسرائيل من الجنوب، يا يعني أنتم مقتنعين بالممانعة وتفضلوا أوصوا مع حزب الله على إسرائيل. بالأعراس بإسرائيل مطيرين درونات ومصورين، وأخشى أنه يأخذ البلد إلى مهوار كبير إذا استمر عقله السياسي بالتفكير بالطريقة التي يفكر بها. أنت إذا ملتزم وأنت عم بتأيد حزب الله لازم على القليل ما تشرب قهوة. الرئيس السابق للمحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس، أهلا وسهلا فيك بلبنان. صباح الخير، شكرا، عاد عليك. مرسي. رئيس، مواضيع كتيرة رح نحكيها، ولكن رح أبدأ مع حضرتك من ساحة الحرب. اليوم عم ينحكى عن تسوية، عن مفاوضات جديدة، وعم ينحكى أنه هيدا الأسبوع أسبوع حاسم. برأيك وبالقراءة إلى أين تتجه الأمور من قلب غزة إلى الجنوب اللبناني؟ على كل حرب نهايتها تفاوض، ما في حرب عادة يعني بتدوم للأبد، والحرب هي إذا بدك تكملة السياسة بطرق مختلفة عن الكلام. دايماً عم وقتا بدنا نحلل يلي عم بصير بالمنطقة ما فينا نفصله من يلي عم بصير بالعالم. حتى حرب لبنان من 75 للتسعين هي أحدى ساحات الحرب الباردة بين الجبارين الأمريكي والروسي والسوفيتي، وما خلصت هيدي الحرب لبنان غير منهار الاتحاد السوفيتي. كانت نهاية عاطلة على الفريق اللي كان ماشي مع الأمريكان، لأنه باللحظة الأخيرة اللي كان قيم للأسف على الملف إذا بدك اليمين أو الفريق الغربي بلبنان لعب غلط وأدى إلى خسارة هذا الفريق بوقت كل حلفاء أمريكا ربحوا وين ما كان. هلا بالعودة إلى الساحات، هذه الساحات كلها مرتبطة، يعني اليوم نحن ما فينا نفصل الساحة في غزة عن الساحة في لبنان عن الصراع اللي دائر بأوكرانيا. هذه كلها ساحات أو عن المشاكل بالبحر الأحمر أو عن الضغط اللي عم بصير حول تايوان كله، أو التمدد الروسي بأفريقيا مع فاغنر، أو المشكلة بليبيا. نعم. هيدي كلها ساحات مترابطة لها علاقة بالصراع الدولي للنفوذ وللسيطرة بأوروبا بأفريقيا وبالشرق الأوسط. قلت لي حضرتك أنه كل الحروب إلى نهاية، اليوم حرب لبنان تحديداً قريبة نهايتها، أو مثل ما بيعتبر البعض طويلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية أو ما ذلك؟ أنا في كثير ناس بيسألوا على الحرب اللبنانية، الحرب اللبنانية على الآن صحيح، بس قدرة اللبناني على التحليل الأمور مر عليه مشاكل هي كثير عالية، فبالتالي لا نحن بقلب الحرب، وإسرائيل تستعمل مع حزب الله لأول مرة نفس الحرب يلي هو عمل عليها بالأول، يعني هي تقوم بحرب غير نمطية وبحرب جارية ضد حزب الله. هي أول مرة دولة تشن على دويلة أو على ميليشيا حرب جارية يقودها الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم إلى إسرائيل 8 أشهر عم تحارب حزب الله، ما نزلت عسكر على الأرض، ما عملت غزو بري، هي كل شيء عم تعمله وعم بتحرك التكنولوجيا العسكرية اللي عندها إياها وتقوم باغتيال قيادات لحزب الله. هيدا الشيء هيدا أول مرة بصير بالحرب بين إسرائيل وحزب الله، وهو شبيه بالتصفيات التي قام بها الجيش الأمريكي ضد كوادر القاعدة باليمن وبأفغانستان. طالما هذا الشيء ناجح وإسرائيل عم تقدر تحدد أهدافها بلا هي ما تتلقى ردة فعل أقله قد يلي هي عم تعمله، وبالتالي ستستمر. وأنا سمعته للشيخ نعيم قاسم عم بيقول أنه نحن منوقف وقت بتوقف حرب غزة. طيب أنت يا شيخ نعيم أنت بتوقف، بس مين قال أنه إسرائيل رح توقف؟
إسرائيل خاصة أنه جالانت قال هيدا شيء إسرائيل بتوقف إذا صار في صفقة مع حزب الله كما هو معود يعمل صفقات مع إسرائيل بـ 93 وبـ 96 وبالـ 2005 فبالـ 2006 بيصير في صفقة ما صار في صفقة لإسرائيل بدها توقف عملية اغتيالات الكوادر حزب الله تدمير الأنفاق تدمير مستودعات الذخيرة إذا بدك اللي بدها توقف هيدي الحرب اللانمطية اللي عم بتشنها بوقت ما عم بتكلفها كتير نعم. قبل ما فوت بالتهديدات الإسرائيلية المستمرة بما أنه حضرتك حكيت عن الصفقة التي قد يقدم عليها حزب الله شو هي الصفقة التي قد يوافق عليها حزب الله أو الثمن الذي سيقبضه حزب الله مقابل وقف الحرب نحن ما نخشاه نحن كسياديين انه حزب الله يصرف قوته بالداخل اللبناني كما صرفها بسبعة ايار كما صرفها بتعطيل الاستحقاقات الدستورية كما صرفها انه فرض ميشيل عون رئيس جمهورية على لبنان وادى هذا الى تدمير لبنان كليا تدمير اقتصاده تهجير سدس الشعب اللبناني بسبب سياسات حزب الله اللي فرض فيها واوى فيها ميشيل عون سدس الشعب اللبناني غادر لبنان خلال هذا العهد المشؤوم يلي هو عهد حزب الله إذا بديك بصورة ميشيل عون يعني نحن كنا تقريبا عدد اللبنانيين في لبنان نحو 6,400,000 أول ما وصل ميشيل عون بعد أشهر طويلة من التعطيل إذا متذكر وصل كنا 6,400,000 غادر كنا 5,400,000 يعني سدس الشعب اللبناني فل من هو هذا السدس؟ هن أول شيء شرائح أكيد منتج يعني بين 20 و40 أو متعلمة أو سرية يعني نعم. يعني السدس يعني هو النبض تبع الاقتصاد اللبناني النبض تبع حياة لبنان هجروه فللوه من البلد هذه السياسات إحنا اللي نخشى عليها منها. تتحدث حضرتك عن الاتفاق الذي يحكى عنه بتقول أنه حزب الله سيعمل على صعود الإخوان المسلمين على كيس الحرارية والعونية على صعود؟ نعم بيّن في إشارات يعني أول شيء أنت بتعرف أنه حماس هي جزء من جمعية الإخوان المسلمين الدولية حماس بالحرب السورية كانت ضد نظام الأسد وإذا بتتذكري طلع حكي من سوريا على مستوى قيادة أنه أنتوا أخوانا نحن أعطيناكم مكانات حتى تعملوا أنفاق بغزة ومتضفة رح تعملتوا أنفاق بالشام يعني معركة مخيم اليرموك إذا بتذكريها فاليوم في مبين من الواضح هنالك مصالحة بين الإخوان المسلمين بلبنان وبين حزب الله وهنا اسمهم الجماعة الإسلامية وبلشنا نشوف مظاهر مسلحة بالمخيمات أو ببعض القرى اللبنانية وهذا ما وليه حزب الله ممكن يقوي الإخوان المسلمين بلبنان لأنه بده حليف عمليا حزب الله صار معزول بالبيئة اللبنانية إذا بدك يعني الحريرية السياسية ما عادت موجودة ميشيل عون ما بقى يقدر يشكل غطا فضح على الآخر هو بحاجة إلى حليف وممكن إنه يكبر حالة الجماعة الإسلامية بلبنان ويدعمها وبظل تفكك الدولة ممكن ينجح بهالشيء وتاخد هي يعني موقع معين وأمبليوس مسلحة يعني تكون نوع من ميليشيا تحت خانة نصرة غزة أو سرايا مقاومة أو تتخوفوا من حدوث يتمدد هذا. يتمدد ويخلق فوضى أكثر من الفوضى اللي هو أصلا خلقها بالبلد أن يفاقم الفوضى بناء على حضرتك عم بتقوله في وجهة نظر أخرى بتقول أنه حزب الله أقوى من أي وقت مضى اليوم الدول الكبرى أمريكا هوكشتاين بيجي ليحاور حزب الله ليفاوض حزب الله وإذا بدنا نجي نحكي بالعدد وعذرا على هيدا الأسلوب بالحكي ولكن مثل ما بيعتبر البعض أنه عددنا وعددكم الأرقام بتشير أنه حزب الله عنده قاعدة شعبية بالداخل اللبناني عم يفرض رأيه عم بيثبت حاله بالداخل اللبناني اليوم إذا بدكم تواجهوا أو أنتوا قادرين تواجهوا هيدي أو الحزب أو ما يخطط له في الداخل اللبناني أنا بزيت المواجهة هو نحن خيارنا هو خيار إيديولوجي نحن نعتبر أن حزب الله يعتدي علينا يفقرنا يدمر اقتصادنا يهجر أولادنا ما عم بيخلي اللي تنتظم الدولة بلبنان ما عم بيخلي تجي كهرباء لأنه بيحمل فاسدين
تحالف الفساد والسلاح حكينا عنه كتير، وبالتالي هو عم بيأثر على حياتنا. فينا نقول له ايه نحن مثل واحد بيجي بيحتل لك بيتك، فيك تعمل له وكاله غير قبل العزل، فيك تشك عليه، بس انه ما في نيه اليوم للاستسلام عند القوى السياديه. لا، القوى السياديه هي بحاله مواجهه حتى الرمق الاخير. هذا القرار اتخذ بسبب تصرف حزب الله، ما اتخذ بهيك من فراغ. تسبق حزب الله يتصرف بشكل عدواني جدا ضد المعارضة الشيعية بالداخل الشيعي وضد المكونات الأخرى. هلا في ناس ماشي معه لأنه عنده مصالح مشتركة معه، منا ماشي معه إيديولوجيا. أنا ما بصدق أنه ممكن سني أو مسيحي يكون عنده تقاطع إيديولوجي مع حزب الله. في عملية منفعية وهذا شيء واضح، وللأسف في قسم كبير بيتحرك بالمنفعة. هلا بالنسبة للعدد، لا ما في مشكلة، حزب الله يستقوي على البلد بسلاحه، لا يستقوي على العدد ببلده. أي عدد عم نحكي؟ إذا عم نحكي عن طائفة الشيعية الكريمة، طائفة الشيعية الكريمة ما بتشكل أكثر من 30% من اللبنانية، وإذا عم نحكي عن المقيمين بالأرض اللبنانية ما بتشكل أكثر من 22%، وإذا عم نحكي عن حجم حزب الله داخل الطائفة الشيعية، إذا اعتبرنا أنه هو بشكل 60%، فنعتبر بشكل 70%، وما بشكل 70% من الشيعة، هو بالحد هي الأقصى ما بشكل أكثر من 17%، يعني ربع الشعب اللبناني. شو لا 17% أقل من الربع، هو يشكل أقل من الربع، 17% يعني 12-13% من الشعب اللبناني. فنعمل الحلفة تبعه نحطهم معه، وصار حتى حلفاء يقولوا نحن منا حزب الله. في جزء منه بخص سوريا من حلفائه أكثر ما هو إيراني، وفي جزء مصلحجي يعني إنه ولكن حلفائه بالوقت الحالي هن معه ضد العدو، ضد مع الحرب، بمساندة غزة، بوجه العدو. لا بدك تشوفه قد ايه معه، يعني هن انت بقى عم تربحي وعم تشكلي منفعة عامة يكون الناس معك. نعم. بدك تشوفه اذا 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 تعرض لنكسة مين بضل معه. بس انه بالعدد انا دائما بقول احنا مستعدين حتى نعمل اذا بدكم التعديد تحت إشراف الأمم المتحدة. بس سماحة السيد بخطابه بعتقد الأخير أو ما قبل الأخير لما حكي عن العدد كان واثق بتصريحه، وأنا واثق من تصريحي. واثق أنا رأسة الأرقام بالعراق وبسوريا ولبنان حافظها على الغايب، الأقليات والأثنيات والمجموعات وكل شيء، هو أقلية في لبنان، لذلك ما بيقدر يسيطر على لبنان. مشان هيك بلبنان في صراع، هو أكثرية ما في صراع. كان اليوم لا تعتبر أنه حزب الله قادر سيطر، إذا بدنا نقول بعد قرار الحرب شو قدرته تغيره من 8 شهر؟ بعد ما قدر يسيطر. لو مسيطر ما بتشوفه في صراع وفي ناس عم تطلع تحكي، ما كان بيخلي حدا يحكي ولا حدا يتنفس ولا يكون الوضع مأساوي أكثر. لا، هو لم يسيطر بسبب أول شيء تركيبة لبنان دولة بغاية التعقيد، وتركيبة كتير صعب لدرجة إنه ما حدا بيقدر يحكمها. يعني حتى المسيحيين وتكانوا أكثرية في لبنان، لأنه في عالم ما بتعرف إنه عندما أخذ وأنشأ لبنان الكبير كانوا المسيحيين لحالهم أكثرية، يعني كان عددهم فوق 65%. فحتى المسيحيين عندما كانوا أكثرية في لبنان ما قدروا يحكموا لبنان. حتى إذا بدك رفيق الحريري ورغم حجمه الذي كان مدعوم من سوريا، وسوريا كانت بعز قوتها، ما قدر يحكم لبنان بسهولة، وحزب الله ما عم يقدر يحكم لبنان بسهولة، لأن لبنان دولة مركبة وهي كناية عن فسيفساء، فيها مجموعات وفيها عصبيات وفيها أديان وطوائف، فيها بلد رغم أنه كتير صغير هو بلد بغاية التعقيد. عنده نفوذ كبير بلبنان حزب الله، عنده سيطرة كبيرة حزب الله بلبنان، بس بعد ما قدر بعد بلع البلد، ويريد ابتلاعه بس لهلا بعد ما نجح. اللي حضرتك عم تقليه بيشير انه لا مفر من الازمة اللي نحن عم نمر فيها الا الحوار. ليش دايما بترفضوا السياديين بيرفضوا يقعدوا على طاولة حوار، ان كان بالملف الرئاسي، ان كان بالحرب، ان كان مسألة سلاح حزب الله، كل هالتفاصيل؟ السياديين اقترفوا معلش خلينا نحكي بصراحة اخطاء، بيغلطوا. هلا ما حدا، الوحيد اللي ما بيغلط اللي ما بيعمل شيء، مش يعني اذا واحد غلط يعني كارثه. ودائما واحد وقت بيشوف الحدث من بعدين من السهل يقول وين غلطوا، بس رح اقول لك وين غلطوا السيديين. اول شيء غلطوا عملوا انتخاب، اول شيء غلطوا ما سقطوا ميشيل عون بمبدا،
كان يجب إسقاط ميشيل عون في بعبدة أيا يكن السماء. ما سقطوا. طيب راح الرئيس عون شو صار هلا؟ تاني شغلة غلطوا فيها إيه بس راح قوي ما كان لازم يروح. تاني شغلة غلطوا فيها إنه عملوا انتخابات تحت عهد عون. كان بعده رئيس جمهورية ما كان أخذ حزبه هذا الكم من النواب لو ما كان رئيس جمهورية لأنه الناس بتتأثر بالسلطة. ثالث غلط عملوه انه راحوا امنوا نصاب لانتخاب الرئيس نبيه بري. انت الحوار كان لازم ينعمل قبل انتخاب الرئيس بري بسنة متكاملة اذا في من حوار. المشكلة انه دائما الممانعة بتاخد الحصتة كاملة بترجع بتحاورك على حصتك. ما بتزبط هيدا. هيدا هون صار غبن يعني ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم او لنا كمان. فهون هون الخطأ. ليه انت خلينا نزلتوا امنتوا نصاب للرئيس بري على اي اساس؟ يعني هون هذا يرتقي الى السذاجه السياسيه. لا قبل انتخاب الرئيس بري انتم بتعطوا العمليه كلها الديمقراطيه بتقولوا ما هيدا بلد في سلاح وما في لانه الحوار يلغي الديمقراطيه انت بتعرفي ويلغي المؤسسات الدستوريه. ما في مؤسسات دستوريه بالبلد. تعالوا نتفق مين بدنا نجيب رئيس مجلس نواب ومين بدنا نجيب رئيس جمهوريه ومين بدنا نجيب رئيس حكومه ومين بدنا نجيب وزراء. لانه هلا بكره اذا اتفقنا بنضل سنتين تنعمل حكومه والبلد معطل بالكامل. وبسبب انه نحن جبنا رئيس مجلس نواب للممانعة بغض النظر عما يحكى عن علاقاته الأمريكية شو بدي بين الموضوع وبسبب موقفه اليوم وبسبب انه رئيس الحكومة محسوب على الممانعة والحكومة الحالية محسوبة على الممانعة اليوم إسرائيل عم بتهدد بمحو لبنان مش بمحو حزب الله ولا بمحو الشيعة. عم بتهدد بمحو لبنان وبالتالي كل البلد معرض للخطر لأنه الشرعية اللبنانية اليوم هي شرعية ممانعة. الحكومة هي حكومة ممانعة. رئيس الحكومة عمل تصريحات انه هو بده يمول بده يعطي مصاري للجنوب ولاهالي العائلات اللي راح عندها قتلها. وانا اريد بيان للوزارة الخارجية الامريكية اعتبر هيدا انه تمويل ارهاب. انا ماني ضد الدولة اللي تمويل ارهاب اذا عوضنا على اهالي الجنوب قصدك؟ هيك اعتبر ايه طبعا هيك اعتبرت امريكا. اليوم انت كلبناني بتوافقهم بهيدا التقرير؟ انا كلبناني بقول للدولة اللبنانية أنا التزامي معك وارتباطي فيك. المنطق بيقول بس نحن لا نعيش في المنطق ولا نعيش نحن نعيش في غابة. نحن خلص فقدنا كل مقومات الدولة والمؤسسات الدستورية. بس شو بقول المنطق؟ إنه تفضل يا دولة لبنانية. مين يعني الدولة اللبنانية؟ يعني الرئيس بري ورئيس نجيب ميقاتي وحكومته. هودي هن الحاكمين وكلهم ممانعين. مش هيك؟ كلهم ممانعين حسب تصريحاتهم. تفضلوا. يا أنتم دولة ذات سيادة وروحوا اضبطوا حدودكم. يعني ما تخلوا حزب الله يقوس على اسرائيل من الجنوب. يا يعني انتم مقتنعين بالممانعه وتفضلوا قوسوا مع حزب الله على اسرائيل. بس هيدي انه الدوله اللبنانيه بتسلم السياده تبعها لايران بجنوب لبنان وبتعمل حالها ما انها موجوده بترجع بعدين بدها تعطي مصاري. لا هيدي رح تتحاسب عليها. ولكن حجتهم انه الجيش غير قادر على مواجهه اسرائيل. ليه حزب الله قادر على مواجهة إسرائيل؟ شو عم يعمل حزب الله؟ أسلحة حزب الله يعني ما في اثنين بيختلفوا. عنده كاتيوشا من أيام الحرب العالمية الثانية. بالفترة الأخيرة شفنا كثير تطور آخر سلاح شفناه لحزب الله هو سلاح استعمل بالحرب العالمية الثانية يعني مثل منظمة التحرير الفلسطينية. ما شفنا ولا سلاح نوعي لحزب الله. ما نزل الأب 16 العمليات الأخيرة كانت ماشي ماشي حتى ماشي. العدو تفاجأ بالعمليات بعدين الأخيرة لحزب الله من الهدهد لإسقاط المسيرات لكل هذه العمليات. ما طلع مكرم رباح قال هيدي open source information بالأعراس بإسرائيل مطيرين درونات ومصورين وشو ما كان. لا من الواضح انه هنالك في خلل يعني شو بدي انا اجي اعمل في 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 واحد عنده F-35 و F-16 وحرب الكترونيه عم يتصيد كوادر حزب الله في شو واحد عم يضرب سوالي كاتيوشا اخر مره استعملت اول مره استعملت بالحرب العالميه الثانيه. بعدين بغض النظر اذا الجيش اللبناني قادر او مش قادر ما بهمني وقوى الامن الداخلي وكل القوى المسلحه اللبنانيه هيدا مش 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 هون الموضوع. موضوع انه الشرعيه اللبنانيه اذا ما اقتنع بالممانعه لازم تنزل تحارب حد حزب الله كتف على كتف. قادرين ولا مش قادرين؟ مش يحكوا او يضبطوا حدودهم. اذا ما بدهم يقاتلوا ما بدهم يضبطوا حدودهم يعني هي منا دوله. يعني نحن لا نعيش في دوله وهذه هي الحقيقه. نحن لا نعيش في دوله. نحن للاسف انه لو الشعب اللبناني منه كتير حضاري ومنه كتير مرتب ومنه كتير مسقف ما بعتقد فينا نجي ونتحرك على الطريق ونروح ونجي. ما بعرف انا كيف الناس بعد ما اكلت بعضها.
توعي على قص العدد وقطع الكهرباء، مش القاضي مرة بالجمعة، خلايت سبيل ما بينمت فيها لمدة 20-25 يوم، العالم مكبوبة في الحبوسة، أحكام بتتأخر، إذا أحكام طلعت بضيف واحد سيجارة حشيشة في أحكام بتطلع بيحكموه 7 سنين ما بتفهم، وفي عالم بتضرب صواريخ وبتعمل كبتاجون وبصير معامليين ما حدا بيجي صوبه. هذا شيء مخيف جدا لبنان صار، ما بعرف شو كيف بدي أوصفه. ما بعرف كيف بدنا نرجع نبني المؤسسات الدستورية، ما بعرف كيف بدنا نرجع نبني البلد، نبني الثقة. الدوائر العقارية مسكرة، ما حدا بيعرف ليه، نافعة مسكرة، شو بعد في بالبلد؟ فكفكوه شو بشو قوي حزب الله؟ حزب الله يستقوي على اللبنانيين، قدر جيب كهرباء بلبنان، هو ومشان عون وصلوا كان بعد في نتفة مؤسسات بالبلد، فرطوها على الآخر، شو بعد في بالبلد؟ فلت سدس العالم، عشو قوي؟ كيف قوي؟ شو يعني قوي أصلا؟ قلت لي حضرتك من شوي أنه إسرائيل لا تزال تهدد بمحو لبنان، اليوم هذا التهديد مستمر، بعدنا عم نشوفه كل ساعة تقريبا. هل فعلا حضرتك اليوم كمواطن لبناني بتشوف أنه إسرائيل فعلا قادرة على محو لبنان، ولو قادرة كانت عملتها؟ لا، أول شيء قادرة، أكيد قادرة. يعني شو اللي بيمنعها لهلأ بعد ما تحركت؟ بيمنعها الفرنسيين وبيمنعها الأمريكيين، مش أكيد مش الإيرانية. من هنا الوجود المسيحي بلبنان المتصل، احكيني احكيك الامور بكل صراحه، لانه بعد في مسيحيه بلبنان، ولانه هؤلاء المسيحيين مرتبطين بشكل او باخر بالغرب من خلال الفاتيكان ومن خلال علاقاتهم التاريخيه بفرنسا اللي بعدها موجوده، او من خلال وجودهم بالولايات المتحده بشكل او باخر، نعم، ومن خلال الكنائس والى ما هنالك، بعد في نوع من الحمايه على لبنان. بس انه اسرائيل اذا بدها تدمر لبنان، عم بحكي نفس سيناريو 2006، ما احكي اكثر. يعني إذا بدها تدمر كسخانات الكاز والبنزين وتسكر بور بيروت والمطار وتضرب كل الجسور، سير بدنا 3 أيام تنوصل من بيروت لطرابلس، إسرائيل بثلاث أيام هول بتعملهم كلهم. مين بيمنع؟ عملتها بال2006، مين منعها؟ عملتها بال2006 كان في 300,000 ناس منهم لبنانية بالبلد وعملتها، هلا ما في حدا. إيه شو بيمنعها؟ مين؟ حزب الله بيمنعها؟ أكيد حزب الله ما فيه. فعلا حزب الله هو الذي يردع العدو من شن أي حرب على لبنان. حزب الله هو الذي يستجلب العدو إلى لبنان. حزب الله هو اللي عم بيعطي عزب لإسرائيل لا تضرب لبنان، مثل ما كانت منظمات الفلسطينية تعطي عطية عزب لإسرائيل تدمر أهم مركز تجاري ومالي بالشرق الأوسط، يعني وأهم دولة عربية يعني كانت هي منارة العرب. سمع الفلسطينية بمساعدة اليسار اللبناني، لأنه الفلسطيني لو ما في لبنانية وقفوا معه بلبنان، لو ياسر عرفات ما كان قدر عمل شيء. وهلا نحن نعيش نفس الموضوع، حزب الله هو الذي يستجلب الخراب للبنان. إسرائيل يا حي ليه ما هجمت على الأردن؟ ليه ما هجمت على مصر؟ وبعد بشوف لأنه عم بتطبلهم الأردن وكل أدوات العربية عم بتطبلها لإسرائيل. لأنه ما طبلهم ولا ما تطبلها، نحن شو خصنا بغزة؟ نحن شو قلنا علاقة بغزة؟ هلا لكم علاقة بغزة اعملوا العلن والحرب. أنا عم بفهم عليهم، يعني أنا لزقهم لاكم لا ونعمكم نعم. بدهم حرب مع إسرائيل ينزلوا على الحرب مع إسرائيل، بس اللي بدهم لا، بدهم مرتهم تحبل تخلف بأمريكا وياخذوا فياز على فرنسا ويكزدروا ويكون عندهم أصحاب إسرائيلية مش هيك، ويعملوا بزنس ومصاري بأفريقيا ويضربوا أنابل وياخذوا من إيران صواريخ. هذا اللبناني للأسف عقليته هيك، مش عم بدهم يغيروا هلا. يعني بالفترة الأخيرة كتير عم نسمع إنه قد يصير في بالبلد استفتاء من أجل السير بالدولة الإسلامية، قد هيدا المشروع قريب على لبنان وهل تتخوفوا فعلا؟ أنا أبدا، أنا كل استفتاء للشعب اللبناني تحت رعاية الأمم المتحدة أنا معه، وأنا متأكد إنه بأي استفتاء على أي موضوع حزب الله هو أقلية في لبنان، وهو يعرف أنه أقلية في لبنان، وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يحقق أي من مشاريعه. كل شيء بيقدر يعمل حزب الله أنه يكون عنده نفوذ بلبنان وأنه يخربط بلبنان، بس هو لن يستطيع تحقيق أي شيء إلا أنه يأخذ البلد على المقاسة، أو يمكن على حرب أهلية جديدة. كل شيء في يعمل حزب الله أنه يخربط. حزب الله ما عم يعتدل، ما عم بيروق، ما عم بيقرأ الواقع ببراغماتية سياسية، وأخشى أنه يأخذ البلد إلى مهوار كبير إذا استمر عقله السياسي بالتفكير بالطريقة التي يفكر بها. في حديث كان من أيام عن وجود حزب الله في عيون السيمان ونقاط أخرى في جرود وسط جبل لبنان ستؤثر على قرار إسرائيل والجمهورية الإسلامية في خوض مواجهة كبرى في كل لبنان، ومطالبة وكان هناك مطالبة لتحييد منطقة خالية من الميليشيات،
ولكن يبدو أن طهران تريد السيطرة على جبل لبنان خلال حربها مع إسرائيل. هل بتشوف اليوم فعلا حزب الله قد يجرؤ أو عم يسعى إلى إذا بدنا نقول جلب الأسلحة عن طريق سروان؟ أنا برأيي جلبها وحزب الله أسلحته وين ما كان، شرايين المقاومة وين ما كان. أنا برأيي هو هذا شيء صار، ويستبيح البلد بالكامل بسبب 14 أذار. 14 أذار هي اللي شرعت انفلاش حزب الله بلبنان، وتغطت وتعملت الاتفاق الرباعي، وتغطت السلاح حزب الله بثلاثية الشعب والمقاومة والجيش. طيب إذا غطته هيدا الشيء ما بيعني أنه حزب الله عنده عذر قد أنه يكون كثير ناس ما بيعرفوا أنه سلاح حزب الله شرعي. أنت وقتها كانت كحالة هيدا الشاحنة جو زبطوا له إياها وزبطوا الكاميون وسلموا إياها. انه حزب الله يتسلح وينقل السلاح وينشر الصواريخ ويضع المتفجرات على كل الاراضي اللبنانيه بشكل شرعي. حزب الله منه ما بالشرعي. نعم. حزب الله شرعته 14 اذار، لانه 14 اذار كمان كان عندها سذاجه سياسيه. مشكلتك هي مش قوه حزب الله، ضعف خصومه. حزب الله انه منه انه اله، بس انه بوجه تعتير الحاله، تعتير. ما عندك قيادة مضبوطة عملت معارضة وعملت توازن بالبلد. عندك يا تجار يا حرامية يا ناس ما عندهم رؤية استراتيجية بكيفية التعامل مع هذه الحالة. اليوم الحديث عن تواجد حزب الله إن كان بكسروان أو بأي منطقة أخرى رح يعتبر البعض أنه هي مثل إعطاء عذر للعدو الإسرائيلي لضرب هذه المناطق لا سمح الله، مثل وقت قصة المطار. عم بتهدد إسرائيل منا، يعني في طلع وزير التربية الإسرائيلي هي هدد أنه يمحي لبنان. قال أنا مشكلتنا قال بالحرف ما بيقدر لبنان يتنصر من مسؤوليته من حزب الله. لبنان يعني عم بيحكي بالدولة وعم بيحكي على غير المكونات، يعني غير الشعوب الثانية الموجودة بالبلد، وبالتالي اعتبر أنه هي ستكون هدف لحزب الله، لأنه هي بشكل أو بآخر يا مغطية حزب الله، يا عم تتغاضى عنه، يا عم تسمح له أنه ينتشر بمناطقه إلى ما هنالك، وبالتالي هذا يعارض كل لبنان. هلا نحن بال 2006 تدمرنا، إجوا العرب ساعدونا. هلا مين بده يساعدنا؟ هلا العرب مش طايقيننا، مش طايقين لبنان، ما بده يسمعوا فيه حتى. مين بده يساعد لبنان يرجع يتعمر؟ سي بدك هليكوبتر تقدر تنقلي بين المناطق بلبنان. تذكر وقت روحوا الصوره كان جسر المدايرج او كان صوره حالات او مين بده يرجع يبنيها هيدي؟ ما بقى حدا بيقدر يبنيها. اليوم البعض بيقول انه لبنان بطل يشبهنا. هل بتوافقوا انا رايي؟ مين نا؟ نا مين يعني نا؟ يشبهنا؟ مين يعني خلينا نكون، انا بحب الكلام الدقيق. نعم. مين يشبهنا؟ مين النا؟ نون ألف مين النهي النا؟ يعني النا قصدك المسيحية؟ نعم. أوكي، المسيحية عملية خطيئة بحق لبنان. وقت نزل إجا ميشيل عون ونزل المسيحية أو المسيحية اللي كانوا معه، تنعتبر كان معه 50% من المسيحية على وسط بيروت التجاري ورا الشيخ نعيم قاسم، يقولوا الموت لأمريكا، وقال لهم هيدي شو حقها بيروت؟ تنكة بنزين ونتفة كبريت، مش هيك قال هو. وقت قال له لو وسام الحسن انت واقف على تقاطع خطر ولقط التوتر العالي بشويك، وقت قال له لرفيق الحريري انت واقف على رامبوان بدك تروح يا يمين يا يسار بتروح فيه، المسيحيين او كما يكون دقيق حالة ميشيل عون ساهمت بصعود حزب الله وباحكام قبضته على لبنان. مين النا؟ مش هيك عم انك اي نا؟ شو النا يعني؟ مين النا؟ بشبهنا يعني مين النا يعني؟ هيدي انا اليوم حضرتك لبنان يشبهك ام لا؟ ايه بشبهني لبنان، يعني انه لبنان بشبهني، بس لسوء الحظ انه لبنان ما في رجال بوجه حزب الله. يعني قبل هيدا انا بسميه التيارات اليساريه او التيارات المعادية للغرب او بدنا انا هيك بسميها، انا بقول في ناس بينتقدوني. قبل كان اليسار اللبناني فيه كان يشمعون، في بيير جميل، في عالم، في حتى قيادات وطنية يعني من غير دين. اليوم في أوكي قوات اللبنانية الكتائب الأحرار، بس ما يعني في في, في ما في إذا بدك المواجهة مثل ما لازم تكون. لا لا لا, 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 لا إذا بدك لليسار، إذا لليسار الإسلامي ما شو بدي اسمي حزب الله، لليسار الايراني اوكي ما في مواجهه مضبوطه تقدر نعمل توازن. كان فرصه تاريخيه 14 اذار. هلا حرام تعرضوا لاختيالات مما لا شك فيه، بس انا برايي القياده لم تكن حكيمه، ادت لهزيمه 14 اذار، خلقت فراغ
خلايا تفرغها. اذا بتشوفي انت حزب الله مين عم يهاجم هلا بشراسه، بتعرفي انت لقته من وين؟ من جريده الاخبار. عم يهاجم المسيحيه ليه؟ لانه المسيحيه يعني هن القوات اللبنانيه والكتائب وكمين شمعون اخر ناس هلا واقفين وبكركه، اخر ناس واقفين وبعضهم عم بيقولوا لا. والسنه للاسف وضعه ضعيف هلا، ما عندهم زعامات عم يعني منه معتبرهم انه بشكله هلا خطر عليه، وبالتالي عم يجرب يستوعبهم، بالعكس عم يجرب يستوعبهم وعم بيركز على المسيحيين، يعني لانه في معارضه مسيحيه شرسه ضده وعم بيجرب يكسرها. يعني اذا بدك هذا اليوم هذا الصراع، وبالتالي حط ايده بالكامل على البلد مثل ما حطوا ايدهم العلويه على سوريا. رح اختم مع حضرتك ريس بفقرة الرد على بعض تغريداتك. عندي 3-4 تغريدات لحضرتك من حطيتهم على منصة اكس. بداية على اللبنانيين الأحرار حسم موقفهم سريعا إما شرقا وإما غربا، طمر الرأس بالرمال لا يفيد. طبعا الدولة، يعني أنا مثل ما قلت لي شو موقف الدولة، تفضل يا نبيه بالرأي، كانوا قبل يخونوا الرئيس الجمهورية المسيحي، قولوا هول المسيحية صليبية وهول المسيحيين غربيين، لأنه ما اشتركنا بحرب 67 وبحرب 73 وما بلاقيك لازم نشترك، كنا أنقذنا لبنان من الحرب الأهلية، كان راح جنوب بس، بس بدك تدفع ثمن بالآخر لأنه عندك نص شعبك أنت ما يعني عنده هيك بحب هالقصص، أوكي مش مشكلة. اليوم تفضل الدولة اللي ما في منه ما فيها مسيحي اليوم مثل، والحمد لله إنه ما في مسيحي، تفضل يا نبي بري أنت ومنجيب مئاتي، ما أنتوا حاكمين البلد، أعلنوا الحرب على إسرائيل، ليه ما بتعلنوا الحرب على إسرائيل؟ هني ما بيعملوا حزب الله. الدولة بتدعم ميليشيا؟ هي هي؟ هلا الميليشيا البعض بيعتبرها ميليشيا، البعض الآخر لا يعتبرها ميليشيا. شو اسمها؟ دولة بتدعم مقاومة. أوكي الدولة بتدعم مقاومة والمقاومة بتدعم الدولة. ما بيصير يعني تغيير، يعني يتفضلوا بدهم ممانعة وبدهم يمشوا مع وبدهم يمشوا، بس انه ما في يكون عندك انت ياخد بموناكو وداعم المقاومة وماشي مع ايران وبتعمل بزنس مع الرئيس الاسد وبتساير الفرنسوي، ما بعرف هالكوكتيل هيدا مش عم بقدر افهمه، يعني لهلا ما عم بقدر افكر فيه، ما بيركب براسي كيف ليك بهالقصة بالبنية الخلطة. في كمان بتغريدة أخرى لحضرتك بتقول في الدين المسيحي يشير مصطلح شهيد إلى شخص يقتل بسبب إيمانه بيسوع أو بسبب اضطهاد دينه. المسيح الذي يموت بالقتال دفاعا عن مدينته مثلا لا يمكن تسميته شهيدا، فالكلمة لها معنى خاص جدا. هيدا كان جواب غير مباشر لوليد غياط فقال إنه 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 مقاتلي حزب الله شهداء. أنا بحب أن يكون الكلمة لها معنى، يعني الواحد وقت بده يحكي كلمه بده يعرف معناتها. شهيد منين شهداء الكنيسه؟ يعني كيف بيستعمل نحن المسيحيه امتين بنستعمل كلمه شهيد؟ ان شهداء الكنيسه وطول شهداء الكنيسه هن اللي طعموهم بالامبراطوريه الرومانيه للاسوده بملاعب روما بالكوليزي، هيدا شهيد. الشهيد هو اللي بتقيلي له بالدين المسيحي يا غير دينك يا بتموت، بقول انا لا بدي ضل مسيحي، يعني ما بينكر يسوع تقتليه هيدا شهيد. اوكي فازن المدني بده يكون مدني، إذا عم بيقاتل ما في شيء اسمه شهيد، بيكون بطل. يعني أنت كل الحروب الصليبية شو مرة سمعت مثلا بيقولوا لمارتير لا سون دي شوفاليه، هن فرسان الهيكل، مقاتلي الكذا، مقاتلي المسيحيين، بس ما كلمة شهيد إلا معنى بالدين المسيحي. أوكي فإذا كلمة شهيد حتى لا تجوز للذي يحمل سلاح، للمسيح اللي بيحمل سلاح وعم بيقاتل بيموت ما فيك تسميه شهيد. اوكي فيك تسميه بطل مقاوم مسيحي، بس ما فيك تسميه شهيد. الشهيد هو مثلا اللي خطف على الهويه وانقتل بالحرب، فيك تقول هيدا عنه شهيد، الا 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 ترمينولوجي كثير محدده. او راهب فاتوا عليه قتلوه بالدير، هيدا شهيد له تسمي. وبالتالي انت ما بتقدري اليوم تقولي عن مقاتلي مسيحيا، عم بحكي مش عم بحكي انا عنه هو كيف بفكر، عم بحكي انا بالمفردات المسيحيه تقول عن مقاتل بحزب الله شهيد، شهيد الوطن اوكي فيك تسميه شهيد الوطن، هذا شيء سياسي، بس كلمه الشهيد المارتير الا معنى بالدين المسيحي. اوكي يعني عمو الباس بليز استعملوها بمعناتها، ما بتقدروا انتم تستعملوا يعني خلي كل كلمه بتستعملوها يكون لها معنى المعنى تبعها. يعني حضرتك كنت من الممتعضين من التبرير يلي صدر عن بكركة؟ لا ماني انا ما يعني في البعض انزعجوا من هيدا التبرير وليش بكركة عم بتهيدا، مع العلم انه نحن بامس الحاجه لهيك تصاريح لنبعد عنا الحرب الداخليه اللي دعم. انا انزعج من الرماديه،
انا كل شيء رمادي ما بحبه، لا ما بحب الانسان الرمادي والفاتح، لازم يكون واحد يا ابيض يا اسود يا بدكم تمشوا مع الممانعه يا شباب. نحن ما لنا بحاجه نمشي مع احترامي له ولا الشيخ نعيم قاسم ولا سيد حسن نصر الله، نحن عندنا مقومات انه نقدر نوصل لبوتين ونقدر نوصل لراس الممانعه. بدكم تمشوا مع الممانعه يا موارنه، مشوا مع الممانعه بس عرفوا كيف مشوا، خلص مشوا معه. وبدكم تمشوا مع الغرب، مشوا مع الغرب بس نقوا وين بدكم تمشوا. ما فيكم كل يوم تغيروا رايكم وكل يوم تصيروا بمحل، وهذا الشيء اللي خلينا نضيع دورنا. يعني انا ما بنتقد، يعني انا عندي موقفي بس انا ما بنتقد موقف حدا. يعني انا الناس الواضحين ما بيزعجوني، بس سامي فرجي ما بيزعجني، قال انا خي خلص وانا هونيك اوكي، خيار سياسي خلص واضح واضح، بس عدم الوضوح ما بحبه. بتغريدة أيضا أخرى قلت حضرتك نظرية أن تونس عادة عن سوريا الكبرى لا أساس تاريخي لها، التاريخ يشير إلى أن الساحل السوري كان جزءا من لبنان، أما الداخل السوري فلم يكن يوما كيان سياسي. اليوم مقابل هيدا التصريح كتير عم نسمع كمان بالفترة الأخيرة أنه لبنان هو المحافظة 15 لسوريا، كيف ترد؟ تعرفي أنت أنه نحن لبنان كل صراعه الحقيقي هو مع الشام، واجوا فاتوا بسرديه الحكم الشامي انه حتى قبل آل الاسد، قبل حكم آل الاسد، انه لبنان اجتزئ بشكل غير طبيعي من سوريا. فانا دائما بحب اوضح المصطلحات التاريخيه، اصلا سوريا ما لنا موجوده، ما في شيء اسمه سوريا، الموجود هو لبنان. لبنان موجود دائما ككيان سياسي عنده نوع من الحكم الذاتي من اماره جبل لبنان، والوقت هذا الشيء ما كان موجود بالدويلات السوريه، يعني كان دويله حلب أو دويلة جبل العلويين أو دويلة السويدة أو الشام وبادية الشام. نعم. فبالتالي وجه البعث، حزب البعث علم السوريين، علم أجيال من السوريين أنه لبنان هو جزء من لبنان. وأنا هذا بسميه دايما بحكي عنه أدلجة التاريخ، يعني بيزوروا بالتاريخ باللبنانية كمان شاطرين فيها، كل شيء بيخسروا يخبروك أخبار ما ألا أساس تاريخي. وبالتالي دائما بحب انا اعمل تصحيح لهذا الموضوع. لبنان ليس جزء من سوريا، واذا بدنا نرجع للوقائع التاريخيه هنالك اجزاء من سوريا هي اللي لازم ترجع للبنان اذا بدك تعرف مضبوط من الساحل السوري. واذا بتشوفي انت الحرب بسوريا، خطوط التماس الموجوده اليوم بسوريا هي نفسها اللي جنرال جورو جرب يحطها. جنرال جورو عمل اربع دول بسوريا وقال لهم انه هيدي المجموعات يلي انسلخت عن السلطنه العثمانيه ما راح تقدر تعيش مع بعضها. وانا برايي بعد 100 سنه بينت انه هذه المجموعات ما عم تعيش مع بعضها بسهوله. واضافه الى ذلك سوريا اخذت استقلالها بعتقد ماني اكيد منا بعد براسي يمكن بال 47 بعد لبنان، وبالتالي ما مرق كان 10 سنين كان ضمتها مصر لها، يعني هي الوحده المصريه. شو الدوله هيدي مضاين استقلالها 10 سنين بعدين دخلت بحروب وبمشاكل طويلة عريضة. أنا ما عم بهاجم الدولة السورية بس ما بقى يحكوا، ما يحكوا ما بنحكي، ما بقى يحكوا إنه لبنان ما خصهم بلبنان نهائيا ولا خصنا، هن بلد ونحن بلد. كمان بتقول حضرتك ينتخب حزب الله ويسكر في فريا، البعض اعتبر هيدي التغريدة بتعارض يلي اعتبروا إنه بيئة حزب الله هي ثقافة للموت وليس للحياة، هي هن بيسهروا وبيظهروا بيروحوا على البحورة وبيسكروا وبنفس الوقت عندهم قضية بيدافعوا عنها. نرجع نحكي عن الرمادية، يعني اليوم أنت إذا تكون ملتزم بخط تكون ملتزم فيه، مش بدك تكون فيه عن مصلحة. يعني أنت إذا ملتزم وأنت عم بتأيد حزب الله لازم على القليلة ما تشرب كحول، ما تشرب كحول مثلا. يعني كيف واحد بينتخب حزب الله مثلا وبيسكر؟ إنه ما بتزبط، ما بتركب مع بعضها. يعني في تصرفات بالمجتمع اللبناني إنه وهذه لها علاقة بالهوية، يعني إنه يعني حزب الله قبض كأنه على الهوية الشيعية، وصار كل شيعي تقريبا يعني ممكن يعتبر حاله إنه هو له علاقة بحزب الله، وهذه لها بكل الطوائف موجودة. يعني هذه العملية قوة الأحزاب وكيفية سيطرتها على الطوائف، والطوائف عم تتحول لأحزاب، يعني بعد الإيمان عم بيروح. ما بقى عم نفهم يعني شو يعني واحد يكون مثلا مسيحي؟ كيف واحد في يكون مسيحي ويصب البطرك؟ ما انه مسيحي هيدا، يعني المصطلحات الاساسيه ما انها موجوده. يعني صاير مثل شعب، كانوا في شعب مسيحي، شعب شيعي، شعب سني، وكل يعني ملحد شيعي، كيف واحد يكون ملحد وشيعي؟
شو هي الشيعة، شو هي انتماء اثني، في اثنية اسمها شيعة، هيدا دين، هيدا منه اثنية. بتشوفي شيعة شقر لا تقريبا بصيروا سود، هي كذا اثنية يعني واضح من المورفولوجي، وهيدا بكل الطوائف في عندك. هي هيدا الشيء لا، هيدي أديان يعني، ما لا عم نحترم أدياننا ولا عم خلطة. برجع بلك يعني لبنان في بغاية التعقيد يعني، وأنا برأيي ما بقى تقدري تحكميه. في كتير ناس بيقولوا لك بيحكوكي بالطائف، شو الطائف ميت مع روني معوض الله يرحمه، طائف ودستور، ما بقى في مؤسسات، ما بقى أي دستور. كيف حوار بلك حوار، ما الحوار يلغي الديمقراطية؟ كيف رئيس مجلس بسكر مجلس النواب، بسكره بالمفتاح، بقول لهم تعوا يا بتم تخبر رئيس البديه، يعني انا ما بفتح مجلس النواب. هيدا بلد، هيدا بعد نحن عم نضحك على حالنا. ختاما التغريده الاخيره، نحن لسنا كربلائيين، حسابات الاحرار المسيحيين تضج كل يوم بذكرى مجزره او اغتيال تعرضوا لها في لبنان. هيدا عم بحكي مع اللي اذا بدك السيديين اللبنانيين، نعم. او اليمين، انا ما بعرف كلمه يمين دي مزبوطه، المسيحي او المقاومه المسيحيه، انه انا بالجيت كنت طلع كثير حساباتهم وكيف بيحكوا، كثير بيحكوا يعني بالماضي، يعني مجزره الدمور، برجع مجزره الجبل، بيجي ثاني يوم الله يرحمه اغتيال بيير جميل، كل يوم في حدث اذا بدك مأساوي. وبالتالي لا، نحن لازم ما بيسوى نضل نفكر بهالطريقه. بس شو يعني شبهتهم بالكربلاء؟ قلت لهم ليس نحن ليس يعني نحن مجتمع ما في يضل يبكي، نحن منا هيك، منا تركيبتنا انه بنبكي على حالنا. يعني نحن اولاد الرجاء، اولاد التسامح، اولاد المستقبل، لازم نفكر بالمستقبل اكثر، لازم يكون عندنا طروحات اقتصاديه، لازم يكون عندنا رؤيه كيف بدنا نخلص البلد، لازم يكون عندنا مشاريع لاستنهاض لبنان وسوريا والعراق الشرق الأدنى. هيك كنا نفكر المسيحية. ما فينا نضل عم نفكر انه قتلونا بهذا النهار وضربونا بهذا النهار، ما فينا نفكر بالطريقة، ممنوع نفكر بالطريقة، ومش مسيح، وهذا يتعارض مع العقيدة المسيحية نفكر بالطريقة. لازم أكتر يعني نغير طريقة تركيبة عقلنا، مش يعني انه واحد ما يكون عارف شو صار او يحكي تاريخ، بس ما يعيش المأساة. نحن اليوم ما في شيء، نحن بنا بحرب. ختاما الرئيس، اليوم البعض بيتهمك انه خطابك يشبه خطاب العدو، وانه حضرتك عذرا على التعبير بيتهموك انك اسرائيلي، كيف بترد على هيك؟ انا بيت على كريش، اعطيت غاز لبنان لاسرائيل، وانا عملت سلام من 2006 ل 2023، وكانت الحدود اللبنانيه الاسرائيليه امنه اكثر من الحدود المكسيكيه الامريكيه، مش هيك؟ وانا بستقبل هوكشتاين ضابط اسرائيلي بس هو بذات الوقت امريكاني، وبين يو ار ذا بيج بوس، وانا يا محلى 17 بعدهم ما بقى بيستحوا، ما بقى يحتفلوا ب 17 ايار باسقاط 17 ايار. 17 ايار افضل من اتفاق كريشه اللي عملتوه، فقرتوا لبنان، ما بقى عنده ولا لا بقى عنده بور، لا بقى عنده غاز، لا بقى عنده مستقبل، فلوا سكانه. بقى بيحكوا هيدا اكثر شيء مستفز، اكثر شيء مستفز فيهم. انا دائما اقول التخويني هو اخو التكفيري، هذا الخطاب التخويني هو التكفير، نفس التكفير مثل داعش. بس هيداك بيقول لك انت كافره بالله لانه ما بتؤمن بالطريقه اللي هو بيؤمن فيها، وهذا بيقول لك انت خاينه، انت مجرد تخلق مسيحي يعني انت خاين. اي بوقت انه معروف اصلا كل الارشيف الامريكاني بلش ينفتح، معروف بلبنان مين تعامل مع اسرائيل، معروفين هن أكثر ناس هن وحلفائهم تعملوا مع إسرائيل. بس اليوم الأصوات خاصة من 7 أكتوبر لليوم، يلي عم بتخون حزب الله، يلي عم بتقوله أنه عم يخدم أجندة إيرانية، يلي بتقول عن شو هو بقول أنا عم بخدم أجندة، مش نحن، هو قال شريط صباتي وأكلاتي ومياتي وشرباتي ومصرياتي من إيران، علما أنه هذا منه مصري. بس هذه الخطابات شرباته وأكلاته ومصرياته من لبنان ما بتتطابق مع خطابات العدو اللي مثلا بيجي بيقول انه شهداء الجنوب هن قتلى وليس شهداء. مش بي هلا هيدا شيء له على شهداء، يعني هيدي كلمه احكينا فيها، نعم، قلنا شو معنات الشهيد بالدين المسيحي. انا بحب استعمل الكلمه بمحلها، يعني بيعطي كل كلمه تعريفها. انا رجل قانون ودقيق بالكلمات، ما بحب كب الكلمات بشكل جزافا. شهداء له، اوكي، معمول. شهداء الوطن فينا نسميهم شهداء الوطن، شهداء لبنان، شهداء المقاومه الاسلاميه، اوكي، بس انه شهيد بالدين المسيحي، لا هو شيء بده يكون مسيحي، ما في واحد منه مسيحي تسميه شهيد. بعدين يجب ان يكون مات بظروف محدده. نعم، القاضي بيتر جرمانوس، انا بدي اشكر حضورك. شكرا، ميرسي لك.